العاشر من يناير الموعد المنتظر لمناقشة ومراجعة الإصلاحات الحكومية للاقتصاد ضمن جلسة مجلس الأمة، حيث يطالب النواب بتوضيح الوثيقة الاقتصادية وتبيان مضامينها وآليات تنفيذها. اتمنى احنا من الحكومة انها يعني تتجه الى تعديد مصادر الدخل والترشيد، ترشيد الانفاق الحكومي وليس التوجه الى جيب المواطنين. هذا يعني من الامور المهمة اللي يجب معالجتها في يعني في القادم الايام. الخطوط العريضة للتحركات النيابية تهدف الى مطالبة الحكومة للبدء بنفسها ومعالجة الهدر. بل على الحكومة ان توقف الهدر اولا وتحاسب من تسبب في الهدر، وبعدين تقدر اذا كان لها مجال ان تطالب المواطنين في دفع رسوم الكهرباء. وهذا امر اكد لك ان انا بالنسبه لي شخصيا امر مرفوض ان يمس جيب المواطن. الحكومه اعلنت في وقت سابق استعدادها للتعاون مع المجلس في عده ملفات ساخنه اهمها الاصلاحات الاقتصاديه، لكن سيتحدد مدى هذا التعاون أثناء نقاش جلسة العاشر من يناير ومدى الاستجابة للمطالب النيابية. لتلفزيون المجلس طارق السهو.